لأولاد التلفزة. هذه مسألة مهمة برشا. للي يخدموا في التلفزة. إضافات لا تلي أولاد التلفزة. أولاد التلفزة. أولاد التلفزة شو كلهم. والدار ديما محلولة رأي هي ما نعرفوش على روحنا وقتاش نرجع. مرحبا بك نتاي. مرحبا بك عايشك يا كمال. مرحبا بخويا. مرحبا في أولاد التلفزة. مرحبا بك. مرحبا بك أنت في الدار الكبيرة. عايش. اللي لما أكيد برشا أولاد وبنات من التلفزة اللي عزوا على قلبي برشا. عايش. تبعت الميسيون؟ تبعت هاي. شفت فيها برشا أسماء نحبهم وأسماء حتى عندي برشا ما شفتهمش كي حسني الزغدودي. عنا ليه وحشة كبيرة يعني هو من الصحفيين المتألقين برشا توا خارج حدود أرض الوطن هو وبرشا وخلينا اللي نحييهم بالمناسبة. أحلى ذكريات وقت عمري 19 سنة ونص جات الفرصة متاع الكاستينج متاع قناة 21 دخلت بعد اختبارات عديدة مش كيف ما الكاستينج اللي يعملوا فيهم توا معناتها تقلبت المقاييس. دخلت وقتها للقناة 21 مع جروب حلو برشا اللي فيه الياس الغربي فيه عواطف صغروني فيه انصاف اليحلاوي فيه فرح بالرجب في سامي مبزع اللي بديت انا وياه كديو في استوديو 21 وكانت المجموعه اللي تلهيت بينا من خيره ما فما منها دنيا شاوش صدق بعبين شهاب الغربي اللي تعلمنا على يديه الخدمه وكان هو اول مخرج وبروديكتور تعاملنا معاه واحلى ذكريات لانه انا وقتها في عز شبابي معني في عز صغري وما زلت كخديت الباك وجاتني الفرصه هذيك ذكريات حلوه برشا في شارع الحريه عمرنا ما ننساوها كلنا المجموعه الكل اللي كانت تضم يمكن 12 ولا 13 واحد. وقت كنت صغيرة كنت حلم كنت منشطه ولا كنت نحب نعمل حاجتي نخير حاجتي نحب يا نكون صحفيه يا محاميه وفي كي خديت الباك قررت اني باش ندرس صحافه وكان اختياري الاول انه ندخل معهد الصحافه مدرسه قناه 21 كانت بالاطارات اللي موجودين فيها وقتها قناه 21 قعدت في البال يعني والاسماء اللي تعداوا على قناه 21 لليوم من خيره معنا سواء اللي قعدوا في تونس ولا اللي خرجوا لبرا زاد وجات الفرصه نتاع النشره الجويه كانت عواطف ديلي هي اول واحده قدمت النشره الجويه ودخلت انا بعدها مباشره في طرابلس كنت انا ثاني واحده معناها ثاني منشطه تقدم النشره الجويه بعد عواطف صغروني عملنا تربص في المعهد وقتها معهد الرصد الجوي ونجحنا كانت تجربة جريئة وجديدة حتى توا نشوفوا فيها وكأنها جديدة ولكن في الأصل هي بدأت من سنة 95 كان هكا ما خانتنيش الذاكرة بدأت عواطف لمدة أشهر والتحقت بها أنا وبعد انضموا لينا بنات أخرين منهم ليليا منهم نادية الله يرحمها نادية عيات اللي لزاهي فيش مختلف اللي لزاهي مختلف في تجربتي أنا من ناحية أنه كان منوعة أول منوعة أنا نقوم بإعدادها مع الكبارات وقتها المنشطة القديرة هي ركبي موجودة المعد والمنشط القدير لطفي البحري كان زادا موجود وكانوا هذوما مدارس معناها وحاتم بن عماره والعديد من الاسماء اللي كانت موجوده وقتها وجاتك المنوعه هذيك كانت تتعدى بليله الخميس كل ليله الخميس الناس ما نسيتهاش خدمناها لمده ما يقارب 3 سنوات انطلقت بساعه ونص وبعد تمدت 3 ساعات مباشر كانت منوعه ناجحه جدا جدا لقات بلاصتها وسطك الكم الجميل اللي موجود من المنوعات اللي نتسمى انا في جيلي انا نتسمى من القله معناتها يعني بعد عفيف عملت اعداد وقتها البرنامج لحد كانت الفرصة لي أنا والنجاح لي أنا في عمري أنا من جيلي أنا أني نكون معدة المنوعة في ساحة فيها العديد والعديد من المعدين والمنشطين أنت عمري من أحلى التجارب اللي خذتها في حياتي أنت عمري كانت تنجم تقول أول تولك شو فغيتي في التلفزة الوطنية اللي جمعت ما بين شخصيات معروفة منها السياسية في طنبك السياسة بعد الثورة وكي نجيب السياسي نحكي معاه في كل شيء ميولاته الثقافية كان عنده حاجة يبدع فيها هوايته
الا السياسه ما نحكيوش الا في السياسه بتاتا. انا بالرغم انه تكويني صحفي ونفهم برشا في السياسه جيفيت اني نخوض في السياسه في التلفزة في تجارب سياسية. قايل يقول شو بيني مانيش في الأخبار، علاش ما عملتش برامج حوارية سياسية؟ هو اختيار مني راه، مش عدم قدرة ولا عدم كفاءة. نفهم مليح وصحفية بالأساس وعندي بطاقة احتراف ومنخرطة في نقابة صحفيين، ولكن هو اختيار. انت عمري من أروع المنوعات اللي قدمتهم لتولك شو في ستيل يعني منوعة، وكانت أخذت جايزة في مهرجان الإذاعة والتلفزيون، ومش جايزة بركة، كانت يعني محل حديث كل الناس. كانت حاجة وتجربة ياسر حلوة، وأنا نعتبرها من نجاحات، وممكن ياسر أكثر تجربة غاضتني إنها ما تواصلتش. ما تواصلتش، كنت أتمنى تتواصل. حتى الناس قعد أن بوان دانتيروغاسيون، علاش ما تواصلتش؟ على فكرة لحد ونواة لحد. إيه. هل كانت صعيبة بالنسبة لك أنت كنا لحد؟ كانت تجربة جميلة برشا وصعيبة برشا، خاطر منوعة الأحد لسنوات قعدت مش موجودة. جيت الثورة، جيت أنا عام 2015 يعني من عام ونص هكاك عامين، ورجعت منوعة كل أحد اللي ساعات نعملوا أربع سوايع ونص مباشر باش تأثثهم، مش حاجة سهلة. وكانت من المنوعات اللي نجحت حتى بشهادة الزملاء والتلفزة وفكت الأنظار، فهمت؟ وهي مسؤولية كبيرة لأنه هي منوعة أغنية، ومنوعة يلزمك تفك بها المشاهد، وفي نفس الوقت يلزمك تكون خير امتداد الأجيال سبقتك فيها. كنقولوا نجيب الخطاب راه نقولوا منوعة لحد، كنقولوا هيلا الركبي المنشطة القديرة نقولوا منوعة لحد، معناها راه مسؤولية كبيرة برشا كانت. والحمد لله، معناها الحمد لله، لولا توقيت الكورة اللي كل مرة يتبدل، مرة الأربعة مرة ما دي ساعة ونص، لا استمرت التجربة هذيك. نتي ما شتكش عروض برشا قنوات خاصة؟ برشا برشا عروض البرة، أكثر من اللي في تونس. أمي جون قلك أنا فت المرحلة هذيك. هل برأيك أنه العروض يشاهدك من خارج تونس هل كانت بسبب نجاح عند عمري؟ حتى قبل أنت عمري من ليل زاهي تنجم تقول الفترة هذيك الليل زاهي وانت عمري الزوز، جايوني برشا برشا فرص للعمل في الخارج وانا ما نجمتش. الزوز اسباب، السبب عائلي لانه اولادي ونحب بلادي، وثاني حاجة تعز عليا برشا التلفزة الوطنية مهما يقال عليها، تبقى هي التلفزة الأم والدار اللي علمت وشهرت برشا ناس. كيفاش ترى التلفزة التونسية السنة هذه؟ فما إرادة حلوة برشا وجميلة برشا لتحسين التلفزة، وبديت هاي بالبرامج، وإن شاء الله تكون موفقة. إن شاء الله التلفزة جاتها عثرات، لكن توا تحسها بداية من سبتمبر قاعدة تحب تشد ثنيتها، وإن شاء الله بش تشد ثنيتها، ما يدوم في الواد كان حجر. نادي في كلمة أولاد التلفزة صوتها تقول لأولاد التلفزة ولا للتلفزة ولا للعموم؟ أولاد التلفزة أولاد. كلمة وانت عندك حرية تحكي بها. أولاد التلفزة إن شاء الله ديما يكونوا يد واحدة وعائلة واحدة، لأنه في نجاحهم نجاح للتلفزة. إن شاء الله ما يخيبوش الأمال اللي ديما متعلقة بيهم، وإن شاء الله يقدموا ديما الباهي والأحسن للمتفرج التونسي اللي ديما ينتظر منهم الكثير، لأنه عنا برشا برشا كفاءات في التلفزة الوطنية اللي لو تجيها الإمكانيات اللي تلزم تجنح وتطير وتكون موجودة وتزاحم زادة بقوة على الساحة. الأولاد التلفزة هذه مسألة مهمة برشا. للي يخدموا في التلفزة. الزوافات لا تلي أولاد التلفزة. أولاد التلفزة. أولاد التلفزة شو كلهم؟ والدار ديما محلولة راهي، هي ما نعرفوش على روحنا وقتاش نرجعوا.